مساء الخير ندى، ومساء الخير لكل عائلة ترندينج. طبعا فكرة الصلح جتني وانا قاعد، قلت ليش ما احاول اصلح بينهم، لان الخلاف من زمان ويعني هم خوات ويظلون حبايب طول العمر. حاولت شوي شوي اقط نغزات في تويتر، ها، واول امبرشن كان لامي كانت مصدومة، انصدمت باللي انا سويته، لكن قلت لها ان شاء الله ان الموضوع فيه خير. يوم قلت لها عن الموضوع ويوم شافت ردت فعل أصالة انبسطت وقالت ان صالة اللي حين تحبها ويعني وشوي شوي قاموا، ها، كم تويته لين ما نزل الموضوع كامل وسامحوا بعض، والعلة خيرة والحمد لله على كل حال. وطبعا انا من اشد متابعين الفنانة صالة من وانا صغير، وراح اظل احبها. الشكر خاص لكل من ساهم بالمساعدة. صراحة يعني أنا كنت متأكد إنه هذا الخلاف ما رح يدوم.